اهلا بكل متابعي موقع صدى البلد في تغطيه جديده مع حضراتكم. الحقيقه احنا شاهدنا امس سقوط امطار كانت الارصاد حذرت منه طبعا، لكن هو كان غير متوقع خصوصا مع الموجه الحاره. عدد كبير من المحافظات شهدت هذا السقوط، وانتشرت فيديوهات بتوثق لحظات سقوط الامطار، لكن كان ما بينها فيديو اثار حاله كبيره من الجدل على السوشيال ميديا. الفيديو أظهر سقوط بعض الأمطار على تمثال الملك رمسيس الثاني الموجود داخل المتحف المصري الكبير. الفيديو ده أثار الجدل وأثار انتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، وتم تداوله بشكل كبير وروج البعض إلى أنه من الممكن أن يحصل تضرر للتمثال بسبب الأمطار دي. وزارة السياحة والآثار خرجت على الفور ونفت اللي تردد في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود خطورة على محتويات المتحف المصري الكبير نتيجة لسقوط هذه الأمطار. وذكرت الوزارة في بيان صحفي ليها اليوم الخميس أن ما تم تداوله بخصوص أو في منصات أو بعض منصات التواصل الاجتماعي حول تعرض محتويات المتحف المصري الكبير الجاري إنشاؤه للغرق جراء مياه الأمطار، ده كلام كله غير صحيح. وأكد اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به عدم صحة ما تردد حول وجود خطورة من سقوط هذه الأمطار. كمان وضح أن تمثال رمسيس الثاني لم ولن يتأثر بمياه الأمطار، وأن المتحف وجميع فراغاته في أفضل حالة من الحفظ، أن هي أو في حالة كافية تحمي محتوياتها. وقال إن سقوط الأمطار أمر طبيعي ومتوقع ومدروس طبعا أثناء تصميم وتنفيذ المتحف، ولا يمثل أي خطورة على المتحف أو مقتنياته، وإنه ليس هناك أي داعي للقلق على التمثال أو المتحف، وإن سقوط الأمطار على منطقة البهو عفوا يأتي نظرا للتصميم المعماري والهندسي المفتوح للمتحف، وإنه ليس هناك أي خلل في تنفيذ هذا التصميم وإنشاء المتحف. كمان أشار اللواء عاطف مفتاح إلى أن مكان وضع تمثال الملك رمسيس في مكان محدد في التصميم الأصلي للمتحف، وبيوضع وكأنه موجود تحت مظلة في منطقة البهو، وهي منطقة تتوسط مبنى العرض المتحفي والمبنى التجاري، وهي مظللة وسقفها مغطى بألواح من الألمونيوم المفرغ، واللي بيحدث فيها كسر بسيط لأشعة الشمس وبتسمح بحركة الهواء داخل البهو اعتمادا على التهوية والإنارات الطبيعية وتوفير الاستهلاك الطاقة، وبيقلل أيضا من حدة درجة الحرارة في فصل الصيف. كمان تم مراعاة سقوط الأمطار بعمل مسارات لتجميعها في خزان المياه وإعادة استخدامها في الري، وإن تصميم وتنفيذ المتحف جاء بشكل علمي ومنهجي دقيق ومدروس جيدا، بما يساهم في تقديم تجربة للزائرين يحتذى به وتكون مميزة وملائمة لهم سواء كان في فصلي الشتاء أو الصيف. مشاهدينا، هذه كانت تفاصيل تغطيتنا، وكما أكدوا أن تمثال رمسيس بخير ولم يحدث به أي شيء، وأن تصميم هذا المتحف مصمم بطريقة تحمي محتوياته سواء كان في فصل الشتاء أو الصيف. نشكركم على حسن المتابعة، وما زلنا نتابع معكم كل الجديد. إلى اللقاء.